الفكرة جت لي النهاردة لما شفت الأبطال، حسيت إن أنا حابب أشارك معهم، فكان أقل حاجة أقدر أشارك بيها إن أكون راعي ليهم. إحنا عملنا فعلا إيفنتات كتيرة، ولكن بالنسبة لنا ده كان أهم إيفنت. والسنة اللي فاتت أو السنة دي إحنا عملنا إيفنت اللي هو مسابقة الوصيل من حافظ القرآن، وعملنا مبادرة إفطار الصائمين في رمضان. فإن شاء الله كل مبادرة خير، الوعد اللي بتاخدوه منا، أي مبادرة خير هنبتديها هنكمل بيها، وان شاء الله غيرنا وغيرنا هيكملوا بيها. والله انا جيت النهارده بدري الامانه، انا كنت حابب اشوف الابطال، حابب اقعد معاهم، لانهم بيدوني طاقه ايجابيه، بيدوني امل، يعني بيعلموا الواحد ان الواحد يقدر يحقق كل الامال، بيعلمونا ان اذا انتوا اذا هم قدروا احنا كمان نقدر، ما فيش حد ينفع احنا فشلنا، بيعلمونا يعني نتحدى، بيعلمونا اراده. فحبيت النهارده اجي بدري اشوفهم، وامانه سعيد اني شفتهم. والله حسيت ان كان نفسي اشارك معاهم، وكنت مبسوط جدا وانا بكرم كل واحد، حسيت كل واحد بكرمه هو اللي بيكرمني مش انا اللي بكرمه، وده فعلا والله. التكريم بتاع النهارده ده شيء جميل جدا، وبيوضح يعني اهتمام الشركات ورجال الاعمال باللي احنا بنعمله وبالانجاز اللي حصل. والحمد لله يعني احنا حاسين بده من ساعه ما جينا، من استقبال المصريين كلهم لينا ومن فرحه المصريين كلهم بينا. الحمد لله كان حاجه يعني جميله على قد الحدث، لان الدوره البرمبيه دي حاجه بتلعب كل 4 سنين، واحنا بنستعد لها على قدم وساق من اول ما بنرجع. يعني الدوره دي بالذات كمان احنا رجعنا، كانت 3 سنين بس رجعنا من اولمبياد طوكيو، نزلنا من الطياره لقينا نفسنا عايزين نلحق تاهيل باريس، لان لازم نشارك في بطوله عالم في شهر 12 بعد ما رجعنا بشهر ونص مؤهله لاولمبياد باريس. فبدانا استعداد بدري، والحمد لله الحمد لله كنا قد المسؤوليه، والحمد لله حققنا ميداليات متنوعه في رفع الاثقال والطايره، وان شاء الله دايما. وشفنا ده بقى من المصريين كلهم، يعني من الاستقبال اللي احنا شفناه، ومن الناس اللي تابعت، لان كان ماتشات مذاعه وده شيء والناس كلها كانت متابعه، وكان يعني ده حسسنا ان احنا ان شاء الله في اللي جاي يعني لازم نكون قد الحدث، ونكون نفرح الناس اكتر واكتر باذن الله. كل ما اللاعب يبقى معاه راعي، كل ما اللاعب يحس بالدعم، ده بيديله دفع للي جاي ان هو يكمل. واحنا لسه يعني احنا لسه الحمد لله خلاص احنا طوينا صفحه باريس وبنستعد لوس انجلوس، فلما بلاقي فيه دعم من البلد والوزاره ورؤساء مجلس اداره الشركات وكلام من ده، فده بيدينا دفع، ورجال الاعمال، فده بيدينا دفع اللي جاي. واحنا بنشكر طبعا الكابتن عصام الارجاني والاستاذ ابراهيم الارجاني على التكريم الجميل ده والاستقبال الجميل ده، وده ان شاء الله احنا بنوعدهم ان احنا طبعا نعمل مزيد من التقدم والنجاح الفتره الجايه. احنا بس معسكرات خارجيه، اكل نظيف كده، فيتامينات، الكلام ده كله يعني مهم جدا. اكيد طبعا، واكيد طبعا الفريق الخارجي كل ما اعرف منافسيني اكتر واحفظهم، ده طبعا بيبقى مخليني رايح الماتش فاهم مين اللي معايا وده معاه ايه وبيشيل ايه والعب عليه كده ان شاء الله. التكريم اللي حصل من مجموعه من اكبر المجموعات الاقتصاديه في مصر دي تعتبر حاجه يعني حاجه بتضيف كتير جدا، وبتدي دعم للجنه البرمبيه المصريه، وبنعتبرها بدايه للاعداد لدوره لوس انجلوس 2028. احنا من هنا لغايه لوس انجلوس عندنا 4 سنين مع دعم مجموعه الشركات الارجاني، ده اكيد هيضيف كتير جدا وهيخلينا نحقق الاهداف اللي احنا بنحطها قدامنا من دلوقتي انها تتحقق. فطبعا ما فيش نقاش انه ده مثل جيد جدا للشراكه ما بين المؤسسات الرياضيه والمجموعات الاقتصاديه، واعتقد ان شاء الله دي هتبقى هتعمل قصص نجاح كبيره جدا في المستقبل بالنسبه للرياضات البارالمبيه.